السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، بنايات مدمرة، بنايات محترقة، بنايات متهدمة، كلها أمور اعتدنا على سماعها، لكن أن نسمع بانهيار مبنى جديد فهذا ما هو جديد على أسماعنا. البناية اللي انهارت في شارع سلمان فايق قرب ساحة الواثق هي في الواقع تم بنائها في العام 2003، وقد حاول صاحب المبنى إيجارها إلى الدوائر الحكومية إلا أن الدوائر الهندسية رفضت ذلك، فتم تجديدها في العام 2020 على أنها مبنى يمكن أن يستثمر كمستوصف طبي أو مختبر يحتوي على مواد مشعة باعتبارها مستوصف متخصص بمعالجة الأورام السرطانية. انهار المبنى وبرقع المبنى، فبدلا من أن يكون مكانا للاستشفاء صار مكانا للموت. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيها الأحبة، كما اعتدنا أن نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان المقصر في الانهيار، الكاتب علاء الزغبي. تعالوا معي لنقرأ مقطعا من هذا المقال. المقصر في الانهيار، الكاتب علاء الزغبي. انهيار بناية المختبر الوطني في بغداد واستشهاد العشرات تحت الأنقاض، هل ستنهار مبان أخرى منحت لها إجازات استثمارية من قبل هيئة الاستثمار؟ من أعطى إجازة الاستثمار ومن قام بالبناء الخاطئ؟ وفقا للقانون فإن المقاول والمهندس يتحملون مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي خلال 10 سنوات فيما يحصل للمباني المشيدة، حتى وإن كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض وفقا للمادة 870 من القانون المدني، وهذا يسمى بالضمان العشري. إنما يثير التساؤلات حول موضوع انهيار البناية هو دور هيئة الاستثمار المتمثل برئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة استثمار بغداد، وعلى غرار هذه الكارثة في المباني الصحية فإن الهيئة منحت 27 إجازة استثمارية منها المختبر الوطني للتحليلات المرضية. مرحبا بكم أيها الأحبة، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ عدنان فرج الساعدي. مرحبا بكم. حياكم الله. والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مؤيد العلي. مرحبا بكما ضيفين كريمين. حياكم الأستاذ عدنان. المادة 229 من مسلة حمورابي تقول إذا بنى مهندسا بيتا ولم يكن بناؤه متينا فانهار البيت وسبب قتل من فيه يعاقب المهندس بالموت. سالفتنا على المبنى اللي انهار. نعم. شارع سلمان فايق. نعم. علق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. مرحبا بك. موضوع مهم جدا يجب أن تسلط عليه الأوضاع، لأن فيه أرواح ناس. نعم. فيه أمور مهمة يجب أن تؤخذ بالاعتبار. أولا هذه البناية وما يعني قرأنا عنها في من تصريحات من مقالات، أن هذه البناية هي يعني في عام 2003 بنيت، ولكن في عام 2020 تم استحصال إجازة استثمارية للأجهزة الطبية في هذه البناية، لكن هناك رواية تقول أن تم بناء طابقين فوق المبنى الأصلي اللي هو عام 2003. التسبب واضح أن هناك مشكلة هندسية في موضوع الركائز ولذلك انهار هذا الجزء من البناية. من المسؤول؟ كما قلت المسؤول الأول هو المهندس والمقاول وصاحب البناية. ونرجع إلى موضوع الدوائر الهندسية التي أعطت الإجازة، يمكن أن تكون هناك محافظة بغداد أو أمانة بغداد باعتبارها يعني مرة يكون الإجازة من محافظة بغداد ومرة من أمانة بغداد حسب المكان. فهنا يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الشأن، هيئة الاستثمار، هيئة استثمار الوطنية، هيئة استثمار بغداد، ثم محافظة بغداد، أمانة بغداد، كل هذه وحتى بلدية الكرادة، كل هذه الأمور يجب أن تأخذ بالاعتبار ويجري تحقيقا شفافا في هذا الموضوع. لكن أحب أن أضيف على هذا الأمر أن المشكلة الحقيقية هي ليست في
الإجازة الاستثمارية وما شابه. هناك بيئة فساد إداري واجتماعي ووظيفي واضحة جدا في المشهد. بالتالي أنا أتصور أن هذه الطابقين ممكن ما مرت على أمانة بغداد. طيب أستاذ عدنان، ولا مرت على التصاميم. أستاذ عدنان بعد إذنك يعني. فضل. ما يتعلق بالموضوع الاستثمار. نعم. الجهة التي تمنح الاستثمارات ألا يعني توجد لها هيئة رقابية على هذه الاستثمارات، طريقة بنائها، استحكامات، ما إلى ذلك؟ يعني هو أكو شعب تسمى شعبة الإجازات في داخل كل بلدية. لا أنا أقصد الهيئة الاستثمار. يفترض أن تكون هناك دائرة تصاميم ودائرة إجازات. يطول إجازة للمبنى الاستثماري سواء كان شقق، عمارات، بناية عريضة طويلة، المهم أكو هناك لها قانون. فإذا هي الجهة الأولى، لكن التصريح مالتها تقول يعني تصريح هيئة الاستثمار الوطنية تقول إن الإجازة الاستثمارية كانت فقط للأجهزة الطبية، أما البناية فهي بناية قديمة وتم إضافة عليها بناء. هنا المسألة، من أضاف عليها هذا البناء؟ ومن أين استحصل هذه الموافقة؟ مرة أنت مسؤول واحد يعني خلف ترض موظف واحد مراقب عمل في البلدية ممكن يمشي لك شغل وتعطيه مليون مليونين وخلي يروح الناس والدولة ولا إلى حيث دولة فالتو هذه. نعم هذا الأمر طيب. موجود ويجب يعني فيه التحقيق والوقوف. طيب قيل أن الشركة التي قامت ببناء هذه البناء هي شركة مصرية، احنا تجربتنا ويا الشركات المصرية تجربة جدا فاشلة، المجمع اللي في مقابل تل محمد بغداد جديدة كذا أيضا استلمته شركة مصرية وعلى نص البناء أخذت الأموال وراحت وتركت المجمع. أستاذ الشركات المصرية معروف عنها والمقاولين المصريين معروف عنهم يأخذون يعني بأقل الكلف ويتجاوزون على يسموه الكميات التخمينية في البناء. يعني في المادة الإسمنت. زين شنو الإصرار هذا على التعاقد وياهم؟ هو هذا يعني هو هذا أنت تعوف الصين واتفاقية الصين وتلجأ للتعاون والتعاون مع وعقد اتفاقيات مع مصر وهذه النتائج. طيب أستاذ مؤيد، بعض الفضائيات العراقية التي تمثل الإعلام المأزوم، التي تمثل الإعلام المريض، يعني ما أعرف تهكماً لو تضحك على الناس، تقول أن انهيار المبنى كان بسبب استخدام حديد التسليح الإيراني، وربما فضائية أخرى تقول لأنه أبو حسين الخلفة كان متناول ريوق جالل إيراني. هاي شنو الدوا ويا هذا اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك سيدي الكريم ولضيفك الأستاذ عدنان ولكادر مشاهدي قناة الأيام. بدءا نتقدم بأحر التعازي إلى صاحب الأمر والزمان، أرواحنا وأرواح العالمين ترابي مقدمه الفداء، ولكافة مراجعنا والمؤمنين بذكرى استشهاد الإمام العسكري سلام الله سلام تعالى الله عليه. أنا أعتقد أنه ما حدث في هذا المبنى هو ليس مفاجئا، يعني هذه نتيجة للفساد السياسي المستشري في البلد منذ سنوات وعدم وجود رقابة حقيقية وعدم وجود تكامل في العمل لمؤسسات الدولة، كل مؤسسة وكل هيئة تعمل وفق رؤيتها ومنهاجها بعيدا عن التكامل مع الدوائر الأخرى لكي ننتج عملا حكوميا يخدم المواطن لا أن يتسبب بمقتله. هذه البناية أعتقد يعني من المآسي أن نشهد هكذا أمر، لأنه في الفترات اللاحقة وأنت قلت في البداية رأينا العديد من احتراق المستشفيات وغيرها، المواطن هو المتضرر الكبير من هكذا عمليات، حرق مستشفيات، انهيار مبنى من المفروض أن يذهب إليه المواطن لكي يتلقى العلاج ويتعافى، لا أن يقتل أو يموت تحت قاب التراب هو وأفراد عائلته من أتى به. هذا الأمر بصراحة يضعنا أمام مرحلة خطيرة جدا، أنه الفساد انتقل من عملية سرقة الأموال إلى استهداف وقتل المباشر المواطن بشكل مباشر وغير مباشر. لذلك اليوم الفساد وصل إلى مرحلة خطيرة جدا. هذه البناية كما تفضلت على الشركات المصرية، الشركات المصرية هي أتت إلى العراق باتفاقات الحكومة الأخيرة. هذا الانفتاح نحو العمق المطبع وإلى شركات يعني هي لا تمتلك الجودة ولا الكفاءة في تنفيذ هكذا أعمال، إحدى مخرجات التحالف الثلاثي العراقي الأردني المصري. أحسنتم. الشركات المصرية معروفة، يعني من يتابع المسلسلات المصرية والأفلام المصرية منذ الثمانينات، انهيار المباني
السكنية أحد أهم أبرز العلامات في القاهرة وفي مناطق أخرى. لماذا؟ لأنهم يعملون على السرقة بشكل واضح من خلال تقليل جداول الكميات، نسب الخلط بين الإسمنت والرمل والحصى وغيرها. قد يكون هناك استخدام للحديد أو ما يسمى بالعرف بأشيش بأقطار أقل من المطلوبة، تقليل كمياتها أو استخدام نوعيات ليست ذات جودة. فيما يتعلق بالموضوع على سؤالك، دائما الإعلام هذا الإعلام المأزوم، أو أنا أسميه الإعلام السياسي، الذي يعمل بأجندة ودائما يعمل على هذه الأجندة، هي شيطنة إيران، محاولة إيجاد شرخ بين الشعب العراقي، معظم أبناء الشعب العراقي والجمهورية الإسلامية، لأن هذا معظم أبناء الشعب العراقي يرون أن جار إيران هي لها امتداد، يعني ليس فقط سياسي، اجتماعي وعقائدي، وهي بالتالي تمثل السند الإقليمي والدولي للعراق. لذلك هذه المحاولات فاشلة. ما هو الدليل على أن هذه الشركة استخدمت الحديد الإيراني؟ الحديد الإيراني يعني رغم أنه كل بادرة للضحك على الناس، نعم، الأكثر كل ما يشاع أنه أكثر أنواع الحديد الإيراني الذي يدخل إلى العراق هو فيه شهادة يعني سيطرة وشهادة فحص بالمختبرات الإنشائية. هذه المباني الضخمة التي عمرت طهران وكل مدن ليس إيران. فقط طهران، إيران تصدر العي من الدول المنطقة، ليس فقط العراق، لكن هذه فرصة لمحاولة شيطنة إيران وإيجاد شرخية، محاولة فاشلة بصراحة. من يتحمل مسؤولية يعني هذا الانهيار؟ أولا الشركة الطبقة الحكومية والسيد الكاظمي الذي أعطى إجازات استثمارية لهكذا دول. نقطة أخرى أنه اليوم الكل يتحمل المسؤولية، حتى هيئة الاستثمار عندما تقول أنا أعطيت فقط إجازة أو استثمار الأجهزة الطبية. طب من باب المسؤولية الأخلاقية المهنية الضمير، أين سوف تكون هذه الأجهزة؟ أين ستعملون بها؟ تحت أي سقف سوف تعطونه؟ لذلك لابد أن تكون إنه هذه الأجهزة الأمنية تتوفر لها مباني خاصة. هذه البناية يعني يقينا هناك موجود فيها يعني أما في التصميم الأساس، أما في عملية إنشاء الصبات أو الكتل الخرسانية التي تعتبر أعمدة لهذه البناية. هذا الانهيار بهذه الصورة، رغم أنها يعني العمر يعني عمر البناية حتى لو كانت من عام 2003 بهكذا على الطوارئ، وبعد ذلك تمت إضافة، من المفروض أن تتحمل لعشرات السنوات ولا تبدأ هناك تشققات. المشكلة اليوم ليس هناك تشققات، انهيار مباشر، مما يدل على وجود أولا خطأ تصميمي كبير، تواطؤ في التنفيذ، لأن هناك بعض الأعمدة الساندة رفعت. نعم، هذا مشكلة حقيقية. نعم. أين يعني الجهات التي أعطت لهذه الشركة المنفذة؟ أي شركة مقاولات تريد أن تنفذ في القطاع الخاص يجب أن تكون مسجلة في الشركات العراقية، وأيضا من يعمل لديها له انتساب في نقابة المهندسين ولها أعمال مماثلة. أين الجهات الرقابية في الأمانة وغيرها التي من المفروض أن تتابع؟ للأسف الموضوع فيه يعني معقد، يعني يرتبط بكل الفساد المستشري في مفاصل الدولة. نقطة مهمة أخرى، أنهم حتى يعني السيدة رئيسة هيئة الاستثمار عندما قالت بصراحة على أحد الفضائيات يعني سمعتها بشكل مباشر، قالت يعني ليست هي المشكلة في الرقابة، إنما المشكلة في العلاقات وإعطاء استثمارات لتلك الجهة أو تلك الجهة دون أن يكون هناك يعني حساب لهذه الجهات. هناك فعلا جهات سياسية اليوم تعمل في مجال المقاولات ومن خلال أذرعها المتنفذة في كافة مفاصل الدولة، لا تريد أحد أن يتابعها ولا تريد أحد أن يصحح لها. أنت سيدي الكريم، يعني مجرد المكتب الاستشاري الذي يصمم هكذا بناية أو الأسس التصميمية لهكذا بناية يحتاج مبالغ طائلة، فبالتالي عندما تأتي بمكتب استشاري غير محترف أو مهندس غير كفوء، وللأسف بصراحة أيضا من يتحمل المسؤولية اليوم الكليات الأهلية التي بدأت تخرج دفع كبيرة جدا من المهندسين، وصور أنه سابقا المهندس ما يطبيع هندسة شركة مصرية. نعم، لا، قد تكون في الشركات المنفذة أو الرقابية أو غيرها، نتكلم بصورة عامة في مشاريع أخرى. نعم، اليوم يعني معدل 59 يطب هندسة بناء وإنشاءات التي كانت لا تقبل أقل من 90 معدل 90% لخريج الأقسام العلمية. هذا أمر خطير جدا، فبالتالي المشكلة هي ليست مشكلة فقط شركة مصرية ويعني ناس تعمل بالفهلوة، إنما مشكلة فساد، مشكلة كوادر غير كفاءة. الأستاذ عدنان، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا آخر من مقال حمل عنوان الناس والحجارة، الكاتبة سلمى الزيدي. الناس والحجارة، الكاتبة سلمى الزيدي. هذا المشفى من المفترض أن يقصده العراقيون ليتعالجوا من أمراضهم ويلتمسون الشفاء، ولكن فساد بعض الحكوميين السياسيين وبعقد استثمار سيء الصيت تشوبه النقوصات في القوانين لشركات استثمارية غير كفوءة جعل من هذا المبنى أن يؤلف بين الناس والحجارة، ليحتضن الركام أطفالا ونساء لا ذنب لهم لا من قريب ولا من بعيد،
لكي لا تتكرر مثل هذه المأساة والفاجعة فيه مرة أخرى، يجب الوقوف بجدية من قبل المعنيين على محاسبة كل من شارك بهذه الصفقة مع هذه الشركة. نعزي أهالي الضحايا وندعو الله الشفاء العاجل للجرحى والفرج القريب للعالقين إلى الآن بين الركاب. مرحبا بكم مرة أخرى، كما أجدد ترحيبي بالأستاذ عدنان فرج الساعدي، الأستاذ مؤيد. حياكم الله وسهلا علي. أستاذ عدنان، العجيب أن الإجازة التي منحت لهذا المستوصف هي إجازة لمعالجة أمراض السرطان. ما أعرف، يعني وزارة الصحة تعرف تمام المعرفة أن هكذا أمراض يعني بحاجة إلى إمكانات دولة، كيف يمكن أن تمنح وزارة الصحة إجازة استثمار لو صار شنو الألم أيضا خاضع للتجارة والاستثمار؟ طبعا ما تسألت به حقا، يعني فد مشكل كبير، يعني أن تكون وزارة الصحة بهذا التوجه الغريب يعني في منح هذه الإجازات الاستثمارية. لكن دعني أتحدث عن أصل الموضوع. إحنا اليوم عندنا بناية يعني تابعة لقطاع أهلي وصار بها هذا الانهيار، لكن هناك إجازات استثمارية وبناء موجود الآن، سواء كان مجمعات سكنية سواء كان بنايات أخرى، يعني كل قطاعات الدولة بما يسمى القطاع الخاص، القطاع المشترك والقطاع الحكومي، أحيانا تدخل به مسائل غريبة جدا، وهي التجاوز على كما ذكر الأستاذ مؤيد، التجاوز على الأسس التصميمية، التجاوز على الأسس الهندسية، ويتم يعني عبور هذه المراحل عبر الرشاوة. هذه الرشاوة اليوم صارت فد منفعة اجتماعية للموظف، فالموظف الموجود بالتصاميم بالإجازات، الموجود بالبلدية، الموجود بالمحافظة، اليوم يحاول يدور النوع يسميه من الاستفادة بالعمل، بحيث حتى المراسل اللي هو ينقل بريد ما ينقل الورقة مالتك الكتاب مالتك إلا تعطي 100,000 على مود يوصلها، وإلا أنا يقول لك أخليها بالبريد منا إلى أسبوع أو أكثر، لا تحرجني. جيد، أشهر تطول أستاذ، أشهر. إذن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة. هيبة القانون، قانون الدولة اللي يفترض أن يطبق على المؤسسات، على الوزارات، على الهيئات، على المواطنين، ليش هذا بيعطل؟ ليش؟ أولاً يقال إنه كل من الأحزاب السياسية، طبعاً جزء من الأحزاب السياسية عندها مقاولين، عندها شركات اقتصادية، عندها هيئات اقتصادية، بالفعل تأخذ بعض المقاولات وتشتغل بها، وهذا الأمر هو طبعاً موجود بدول الغرب، يعني الآن في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا موجود هذا الأمر. بس الفرق شنو؟ الفرق هنا هاي الشركات تشتغل بطريقة احترافية، نعم، وتأخذ الأرباح بعدين بنى تحتية وبنى عمودية موجودة، يعني موجود نظام وضوابط. اللي عندنا شنو؟ اللي عندنا يصير لا، يأخذ رأس المال الكبير ويبني بنايات تعبانة جدا، ثم يأتي هذا الموظف ويوقع له مقابل أن يأخذ كوميشن. هذا الأمر أنا خلي نناقش هذا الموضوع. هذا الأمر ممكن يصير مو مدية ألعاب كنه توقع، يعني هذا وصارت عندنا، نعم، ممكن يصير في بنايات أخرى اللي هي بنايات يسمون العمارات، الآن عندنا 16 طابق و20 طابق، نعم، وغيرها موجود، نعم، الآن، نعم. إذا ماكو شركات محترمة محترفة تعمل تحت القانون وتحت الأسس الهندسية زين المفروضة والمعترف بها دوليا، بصراحة احنا مقبلين على كوارث، نعم، وهذه الكارثة هي تنبئ أن هناك، هذا جرس إنذار خطير. أحسن، يعني أحسن، نعم. ولذلك الآن التحقيق، الآن مجلس النواب أعتقد دعا أمين بغداد للاستجواب في هذا الأمر، وممكن استجواب بعض المسؤولين الآخرين. ينبغي التجديد من، وينبغي الإعلام بصراحة، نعم، الدولة اللي ما تعتمد على مسألتين رئيسية، الأول القانون ثم الإعلام. القانون هو التطبيق على الأرض بمساعدة القوات العسكرية، والإعلام هو الذي يوعي المواطن من ويوعي كل مسؤولي القطاع الخاص، كل المقاولين على الأسس المتبعة والمفروض أن تكون في الواقع، سواء كان بنائي أو اجتماعي أو ثقافي أو إعلامي. إحنا بصراحة خارج هاي السياقات، نعم، يعني خارج السياقات حتى في الإعلام. أنت تشوف الآن، نعم، صحيح، هناك فضائيات يعني يوميا تحرض وتهدد السلم الأهلي، ولكن نرى هيئة الإعلام والاتصالات
تقف متفرجة. سنتحدث. ليش؟ ليش؟ هذا جزء من المشكلة. نعم. أستاذ مؤيد، المفروض يجري تحقيق دقيق جدا في هذا الموضوع، لأننا أساء قضية في غاية الخطورة. يعني العراق مقبل على منح إجازات استثمار كبرى، يعني على مستوى مجمعات سكنية وما إلى ذلك. إحنا لم نشهد مجمعات سكنية، ربما لا نعلم متى تنهار. يعني هناك إجازات منحت أو تنهار أو لا تنهار ما عدنا. شركة واحدة وثق بها المواطن العراقي، اللي هي الشركة اللي استلمت مجمع البسماية، ويبدو على أنه بني بطريقة جيدة إلى حد ما، بالإضافة للخدمات المقدمة في هذه المدينة التي بنيت. هسه هذه ربما انهيار هذا المبنى، ربما نتيجة عمل إرهابي، ربما نتيجة فساد. ليش خفتت الأضواء عنها بفترة زمنية جدا قصيرة؟ سيد الكريم، يعني الحادثة يمضي عليها يعني أسبوع، وبالتالي هذا حجم هذه المأساة تحتاج إلى تحقيق عالي المستوى. للأسف في العراق أي قضية أو أي مسألة أو عملية فساد أو حتى تهريب سجناء وحكومي بالعراق يراد لها أن تميع، تشكل لجنة، شكلنا لجنة وتمر أشهر ويميع الموضوع ولا تخرج نتائج حقيقية للعنى. هناك قضايا مصيرية كبرى شهدنا، حتى حادثة المطار واستشهاد الشهيدين السعيدين في مطار بغداد، لحد الآن اللجان الحكومية لا نسمع لها حسيسا ولا نجوى فيما يتعلق بنتائج حقيقية وموضوعية حول هذا الموضوع. فبالتالي هذه القضية يجب أن لا تميع، يجب أن يكون هناك ضغط من وسائل الإعلام لكي تكون هذه القضية قضية رأي عام. أتفق معك، نحن مقبلون على كارثة كبرى إن لم يتم إعطاء الأسباب الحقيقية لهكذا انهيار. لا بل أكثر من هذا، ينبغي مراجعة ملفات البنايات التي تم. من هو المقاول؟ من هي الجهات التي أعطت موافقة لفتح هذا المختبر؟ من هي الجهات التي ساند لها؟ يقينا سوف تكون التي منحت إجازة البناء، سياسية، بل حتى النجار الذي عمل والحداد الذي عمل أسس هذه البناية يجب أن يخضع للمسائل، إن هذه يعني مصير وأرواح ناس زهقت بسبب هذا الأمر. لو كانت البناية بناية حكومية نستطيع أن نقول أن دائرة المهندس المقيم للدائرة المعنية هي من تتحمل المسؤولية، لأنها هي من تكون مشرفة على متابعة العمل، بل حتى تأخذ يعني مكعبات أو نماذج من الصبة الخرسانية وتأخذها إلى مختبر يعني مختبرات إنشائية لكي تبين مدى صلاحيته أو هناك مشكلة حقيقية. هذه البناية يجب أن التحقيق أن تشترك فيه جهات قضائية، جهات من هيئة النزاهة، جهات يعني من دوائر البلدية، هندسية، مكاتب استشارية معتمدة للجامعات العراقية، وليس كل مكتب استشاري أهلي قد يكون هناك فيه مشكلة من خلال كما تفضل ضيف كريم إعطاء الرشوة وكذا. هذا أصبحت موضوع يعني شائع في العراق، بل أنا أقول هناك شركات مقاولات في العراق تعمل وهي فعلا تابعة إلى جهات معينة. يعني عندما يعمل مهندس يعطون أنه راتبك مقدار ما أنه هذا المشروع بعد ما مكملينه، يعني نسبة الإنجاز 70%، روح أنت وشطارتك جيبي من المهندس المقيم توقيع 90% أو 100%. كل هذه الأمور يأخذ مبالغ عديدة، هو ما مكمل الإنجاز، من يتحمل مسؤوليتها؟ يعني تقع على رأس المواطن. لذلك هذا الأمر اللجنة هذا على ما يبدو كان بسبب أن الفساد تحول إلى ثقافة مستشرفة. أحسنت، يعني ثقافة الفساد هذه تحتاج إلى إجراءات حقيقية، لجان تعطي توصياتها، والمقصر يحاسب أمام الرأي العام ومن جهات قضائية لكي يكون عبرة أمام الآخرين. هذه تكلمت عن شركة الكورية في بسماية وغيرها. الشركات العالمية يعني تحافظ على جودتها من خلال إنشاء مباني يعني تكون كلفة عالية فعلا، لكنها تعطيك جودة، تعطيك بها كل طرق الحفاظ على السلامة المهنية ومداخل الدخول والخوارج ومنظومات الحريق والسلامة المهنية كلها متكاملة، وأيضا تحافظ على أرواح الناس. ما الفائدة أن تعطي استثمارات إلى شركات مقاولات بكلفة أقل لكنك تهدد أرواح الناس؟ هذه مشكلة حقيقية، هذه ثقافة يجب أن تتغير. هذه ليس فقط من خلال برامج، يعني أنتم مشكلين في قناة الإعلام سلطتم الضوء عليها، لكن الموضوع أيضا يحتاج إلى جهد حكومي وقضائي لمتابعة هكذا مشاريع. ممتاز. أستاذ عدنان، الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي بقيت إلى ساعات متأخرة، بل إلى أيام، تنقذ من ما استطاعت إنقاذه يعني. نعم. ولم تترك الموقع حتى أنهت عمليات الإنقاذ. أمانة بغداد، هيئة الاستثمار لاذتا بالصمت وكأنهما غير معنيتان. نعم. سيد رئيس الوزراء راح الأربيل. طيب ذول اللي تحت الانقاض يعني ما بقى لهم بس ابو علي الكوفي، شو القضيه؟ نعم. يعني في عام 2019 كانت هناك تظاهرات تسمى تظاهرات تشرين. نعم. هذه التظاهرات يعني رمت القيادات السياسيه
والأحزاب بأنها أحزاب فاسدة وأحزاب أتت من على ظهور الدبابة وبالتالي يجب أن تغادر. نتج عن ذلك استقالة الدكتور عادل عبد المهدي وعدم عقد الاتفاقية الصينية العراقية ثم تعيين الكاظمي. تعيين كاظمي كان جزء من هذه يعني الطبخة اللي يراد منها كما يقال نريد مستقلين، نريد تكنوقراط، نريد ناس مو إسلاميين، طبعا جبنا واحد اسمه الكاظمي. شنو الآن النتائج مالته؟ هو ومستشاريه أسس الفساد. الآن صفقات الفساد لا تعد ولا تحصى في حكومة الكاظمي. قبل أيام يعني والآن يعني بالسوشيال ميديا يعني معروفة ومشهورة قضية 77 مليار 70 مليار للأثاث المكتبي وكاتبه الأثاث المعدني والأثاث الفضي وهكذا. 70 مليار لما تقسمها 70 مليار تطلع لك بحدود تقريبا يعني مو أقل من يعني 100 أو 150 مدرسة. يعني أنا شو أسوي بالأثاث غيره في وإحنا في نفس الوقت يقال محتاجين إلى كذا ألف من المدارس. هاي واحد. الثاني المستشارين الذين أتوا مع الكاظمي الآن يعقدون الصفقات مع هذه عبر هيئة الاستثمار وعبر دوائر الدولة في الزراعة وفي الصناعة وفي كل الوزارات الأخرى حتى في التجارة. هذا العقد الذي أبرم للحصة التموينية هو أبرمه مستشاري الكاظمي. فبالتالي هذا ممكن 55 مليار أيضا أحسن في في هذا المجال. وكل الحصة التموينية الآن لمقاول واحد إلى علاقة الآن بالكاظمي ومستشاري الكاظمي. هو في زمن ما أراد أن يكون له حزب يسمى حزب المرحلة وبالتالي كان يريد أن يبني هذا الحزب وبالفعل جمع له الأموال سواء كان من أموال السفارة وأموال الدول الأخرى الداعمة له ومن المخابرات الإماراتية وكذلك من هذه الصفقات التي أبرمها مع شركات مصرية وغيرها وغيرها. بالتالي اليوم شنو اللي حصلنا احنا من هذه الحكومة؟ هذا واحد من الحاكم غير الإسلامي من الحاكم هذا حاكم غير إسلامي مستقيل تكنوقراط مدنيين مدني كل هذا تكنوقراط ليش يعد عمي ما يصلي مرته مو محجبة خلي نعطيها العلم خلي نعرفها حتى لا ينطبق عليه موجود هذا الشيء. بس أنا أقول يا تشرين يا متظاهرين اللي ترمون الآخرين الآن حاكم هاي التجربة الآن التجربة أعتقد سنتين ونص أو سنتين شوية قل لي الآن هذه التجربة شنو اللي حصلنا من عتاب. هذا اولا. الشيء الاخر استاذي يعني اليوم الاعلام مهم جدا في التركيز على بناء المجتمع. بصراحه احكي لك يعني هسه نستثني الايام وكثير بعض الفضائيات الاخرى الملتزمه هناك اعلام اصفر اعلام يواجه هذه التجربه بكل ما اوتي من قوه يواجه هذه التجربه ويريد ان يفشل هذه التجربه يعني بشتى الاتهامات والاقاويل والكذب. وما موضوع الحديد الإيراني إلا واحد من هذا الموضوع. هذا واحد من عتم. زين الآن أنت بنشوف الأشياء. أعطيك مثال بسيط جدا على هذا الموضوع وكيفية التعامل هذه الفضائيات. اليوم هي تحكي على قضية الديمقراطية وأنه هؤلاء يجب أن يحترموا هؤلاء المتظاهرين. جيد أنا لما أعطي إجازة تظاهرة ويوصل للمكان ويتجمع ويرفع عدنان شلون تقرأ الموقف الجديد للتشرينيين يعني انسحابهم من ساحات التظاهر؟ فشل كبير واضح جدا فشل كبير. تشرين يعني الاولى هي ليست تشرين فشلوا اللون. شعروا انهم اخطاوا يعني مو اخطاوا هم لحد الان الرؤوس منهم متصلين الان بالسفاره لحد الان لكنه لما وقفت السفاره عن دعم المشروع وقف المشروع واضح جدا فخلي يطلع فلان او علان او فلان يطلع بالتلفزيون يحاولون ينفخون بتشرين هي تشرين انتهت نار وانطفت لكن قل لي الآثار السلبية لها كانت كبيرة جدا. ينبغي احنا علينا يعني من خلال الإعلام هسه أنا أقول مرة أقول الإعلام ومرة أقول القانون. يعني القانون بالدولة لما يفرض على المواطنين يفرض على الشركات يكون إلى أثر تطبيقي. الموجود الآن بصراحة ماكو دعم إعلامي للمؤسسات الدولة. لا يوجد هناك دعم إعلامي. يوجد هناك كل ما تحاول الحكومات أن تأتي بقرارات لخدمة الناس في العدالة الاجتماعية تأتي بعض الفضائيات وتسلط الضوء بالعكس تماما. هذا موجود الآن على نطاق واسع. ف
فأنا أدعو هيئة الإعلام والاتصالات أن تكون مراقبة لهذا الجانب وأن تكون لها قرارات وليس لديها مجاملة في هذا الجانب إطلاقا. نعم الأستاذ عدنان فرج السعد الأستاذ مؤيد الإعلام، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان رجال البصيرة الكاتب قاسم آل ماضي. رجال البصيرة الكاتب قاسم آل ماضي. في ضجيج الهرج والمرج سقطت بناية المختبر الوطني ودفنت بين ركامها أحياء وأموات، كانت النخوة وكانت الغيرة بل الشجاعة والبصيرة للحشد المقدس غير مهتمين لأي خطر، قاصدين العراق وأهله دون لافتات أو شعارات أو مولوتوف أو سب أو شتم أو خطب أو استعراض للعضلات، دون بيان أو تغريدة، بل هو الواجب المقدس للحشد المقدس، ولا يليق الموقف إلا بأهله، وليس كل من قال فعل، بل ربما تكون الأفعال بصمت. إنهم أبناء المهندس وسليماني، إخوة سيد صالح وحيدر المياحي، وكأن صوت حيدر يرن في أذن الضحايا لا تخافون جيناكم. أي مجد هذا وأي عز؟ مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى. أستاذ مؤيد، الكاتب قاسم آل ماضي يقول حين أرادوا أن يقحموه، يقصد الحشد طبعا، في النزاع تحمل كل الجراحات وأعطى الشهداء ولم يرفع بندقية ولم يشهر السلاح إلا بوجه من عاد الدين والعراق، ولم يطلق رصاصة واحدة في الظلام. يعني كأنه أريد الحديث عن هذا الموضوع من حيثياته المتعددة. سيد الكريم، الحشد الشعبي قلناها منذ اليوم الأول الذي تأسسه لحد هذه اللحظة، رغم كل الهجمات التي تعرض لها وما زال يتعرض، أنه يختلف عن باقي التشكيلات الأمنية والعسكرية الأخرى. الميزة والمعيار الذي يميز الحشد الشعبي عن الآخرين هو هذه الروح العقائدية والجهادية، هذه العقيدة المنطلقة من الفهم الصحيح الذي نعبر عنه البصيرة لمبادئ الإسلام المحمدي الأصيل الذي يدافع عن مقدساته وعن أبناء بلده مهما كانوا، وأن يدافع عن وحدة أراضيه وسيادته. هذا المعيار الذي ميز الحشد الشعبي عن الآخرين، وكان هو الأساس في نجاحه في كل معركة دخل بها الحشد الشعبي. لم يدخل الحشد الشعبي معركة إلا وكان هو المنتصر وبزمن قياسي، ويلقن الأعداء درسا آخر. اليوم الحشد الشعبي أيضا نراه حاضرا في الميدان الاجتماعي والميدان، رأيناه في العديد من يعني التحديات. نعم. كان حاضرا لكي يدافع عن حقوق الناس، رأينا أبو مهدي المهندس في أحداث البصرة ذهب إلى هناك وأزمة المياه، وحاول أن يضع خطط تكتيكية وأيضا مقترحات استراتيجية للدولة كي تعالج مشكلة المياه، وأيضا ساهم بحل جزئي في تلك المناطق. فبالتالي اليوم عندما نرى أنه الحشد الشعبي لا يرفع السلاح لا بوجه أخيه مهما كان متظاهرا أو غيره كما يدعي الآخرون، طالما أراد استدراجه إلى هذه المنطقة، لا، الحشد الشعبي يمتلك العقلية وله قيادة حكيمة واعية تدرك تماما وأن مساحة الحشد الشعبي محصورة أو محددة بالحفاظ على مصالح الشعب العراقي العليا. أيضا وجود الحشد الشعبي بهكذا آليات متطورة، رغم قصر الفترة والفترة الزمنية التي تأسس بها الحشد الشعبي، أن يمتلك منظومة هندسة عسكرية تمتلك هكذا آليات متعددة ومتطورة وتتطوع لكي تحضر في ميدان، رأيناها تميزت حتى على دوائر البلدية الأخرى التي كانت موجودة للأسف، دوائر بلدية وفيها مئات بل قد يكون آلاف الموظفين ولهم يعني رواتب ونثريات وميزانية معينة، لكن الحشد الشعبي رغم أنه رواتبه محددة وكذا وضعية، ولكنه أتى بهذه الروحية كأنما هناك معركة، فاستطاع من خلال يعني 3 أيام 72 ساعة أن يحصر جميع الأنقاض، يرفعها بشكل حقيقي، وأن ينقذ القسم وأن ينشل جثث الآخرين. هذا يدل على واقعا على أن اليوم الشعب الحشد الشعبي هو فعلا في نبض المواطن العراقي، وبالتالي يزيد من حظوظه ووجوده بين أبناء الشعب العراقي. هذه المسألة أيضا أفشلت الآخرين، يعني
قبل الفاصل كنت أتكلم مع الضيف عن تشرين. نعم. لم نسمع لا بيان ولا إدانة من تشرين حول أحداث هذه الفاجعة. نعم. لم نسمع إدانة واضحة إلى الحكومة. تصور لو كان هذا الموضوع حدث في زمن السيد عادل عبد المهدي وصادفت مع ذكرى تشرين، ماذا حدث؟ لم نسمع. نعم. لا بيان ولا. نعم. فبالتالي أعتقد هناك ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذا الموضوع. نعم. أستاذ جمعة، البصيرة التي تمتع بها جمعة عدنان، أستاذ عدنان، البصير التي تمتع بها الحشد الشعبي صدق وقوفه المستمر مع المواطن العراقي، هذه أمور أوضح من أن توضح، خصوصا دوره في انتشال ضحايا الحادثة الأخيرة كان يعني حاسما. شلون تتحدث لي عن هذه القضية؟ طبعا شاهدنا في بعض التعليقات، البوستات، المنشورات. نعم. انه ما علاقة الحشد الشعبي انه ينقل انقاض، علاقة الحشد الشعبي يدخل في موضوع اعتقالات الزمرة البعثية. نعم. التي اعتقلت قبل. نعم. فترة. نعم. نعم. الحشد الشعبي طبعا تأسس من فتوى المباركة عام. نعم. 2014. نعم. ثبت للجميع ان الحشد الشعبي هو اقوى واشجع من بقية القوى العسكرية اطلاقا. هذا ثابت، يعني بدون، أنا مو حشدي، يعني أنا رجال إعلامي. نعم. لكن هذا واقع الحالي الموجود الآن، يتحدث به العسكري، توصف واقع العسكري، يتحدث بالدفاع والعسكري بالداخلية والشرطة الاتحادية والعسكري حتى في مكافحة الإرهاب، يقولون أن مجاميع الحشد الشعبي كانت تتقدم أمامنا. هم الموجودين في السواتر، نحن نثق بقادة الحشد الشعبي أكثر مما نثق بقادتنا، كل القادة هم عراقيين. لكن واقع الحال في عام 2014 و15 و16 كانت هناك معارك مصيرية. نعم. هذه المعارك المصيرية كان الحشد الشعبي هو في المقدمة وهو في السواتر. نعم. وهو الذي حرر الأرض، معه بقية القطاعات العسكرية التي تشجعت بعد من انهار الجيش العراقي في 10 حزيران 2014. اليوم الحشد الشعبي يدخل في منطقة أخرى من المناطق التي يثار عليها لغط. ما علاقة الحشدي في كورونا؟ الحشد. نعم. الشعبي أول من دخل في موضوع يعني نقل الموتى من المصابين. نعم. في كورونا والأكسجين والمرضى والمستشفيات. نعم. وحتى في الجثث كان الأكبر والأوضح في قضية كورونا الحشد الشعبي. نعم. إذا الثقل الأكبر من الحشد الشعبي، إذا تذكرون في عام 2018 أو 2019 كانت هناك سيول وفيضانات. نعم. وصلت إلى العمار وكذلك إلى العمار. ليه سأتذكر هنا وأكو فيديوهات موجودة الآن. نعم. يقدر المشاهد بس يدق بالجوجل يشوفها. نعم. هذه الفيديوهات أو مهدي المهندس موجود والكادر الهندسي واللوجستي موجود وهم يفتحون هذه يعني المسارات للفيضانات لكي لا تؤثر على المزارعين ومزارعهم في واسط وفي ميسان. نعم. إذا انتقلنا إلى مواضيع أخرى، في عام تقريبا 2019-2020 بدأت حركة إعمار في مناطق، بعض مناطق شرق بغداد. نعم. وفي عهد الدكتور عادل عبد المهدي. نعم. كان الحشد الشعبي جهد لوجستي كبير خصوصا في مناطق بوب الشام والحسينية. نعم. والثعالبة والمناطق الأخرى. نعم. ما علاقة الحشد الشعبي بعمل أمانة بغداد؟ ما له علاقة. دي. هو جهة مساعدة، أينما يجد أن هناك جهد يمكن أن يبذله في سبيل المواطن، نرى الحشد الشعبي هو أول من المتبرعين في ذلك. إذن لما تجي تصريحات أو تغريدات زين تستنكر على الحشد الشعبي، هذا إحنا نقولهم خلي المؤسسات الحكومية، المؤسسات العسكرية، المؤسسات الداخلية، خلي تكون بهذه القوة. نعم. والفاعلية. نعم. من الحشد الشعبي وخل تتقدم. الدليل أنه الحشد الشعبي تقدم على كل هذه المؤسسات. ربما أن الحشد قاصد بأداء هذه المهام ليقول للعراقيين نحن لن ندخل معركة إلا وننتصر بها، سواء على الإرهاب أو على كورونا أو على احتياجات الناس فيه. أستاذ مؤيد، الكاتب يقول لا يليق الموقف إلا بأهله، وليس كل من قال فعل، بل ربما تكون الأفعال بصمت. إنهم أبناء المهندس وسليماني، أخوة سيد صالح حيدر المياحي، وكأن صوت حيدر يرن في أذن الضحايا، لا تخافون، اجيناكم، أي مجد هذا وأي عز. هذا لسان حال
الحشداويين. وهذا هو واقع الحال واقعا يعني نتكلم حتى من جانب سياسي انه اليوم مشروع الحشد لا نبالغ انه هو فعلا مشروع وطن وليس مشاريع الاوطان التي تريدها جهات اخرى وتتعامل مع سفارات او تنقص من الحشد او المرجعيه او مقدسات او ثوابت الشعب العراقي. بالتالي الحشد الشعبي انا عندما اقول مشروع وطن لانه أثبت فعاليته في كافة الجهات هذه الروحية الوطنية العالية. الحشد الشعبي حتى ما عندما تقدم وتطوع لرفع الأنقاض يعني من باب هذا الضمير الذي تمتلكه مؤسسة الحشد الشعبي ذلك لذلك عندما نرى حتى رأيت تعاطف مع الناس وأهالي الضحايا مع الحشد الشعبي شعروا بالأمان كانوا يحملون المسؤولية في البلدية والجهات الحكومية التي وقفت إلا عندما جاء الحشد شعروا بالأمان بحيث أن هذا الشخص الشاب الذي الله يكون بعونه عندما فقد زوجته وابنته نراه في حضن أبو علي الكوفي وهو يحاول أن يعبر عن حزنه أيضا في نفس الوقت يشكر الحشد. هذا الموضوع دليل واضح على أن كل مخططات الأعداء الداخلين والخارجين فشلت لتشويه أو شيطنة الحشد الشعبي أمام الرأي العام العراقي. الحشد الشعبي اليوم دخل في قلب كل إنسان يمتلك البصيرة والقدرة على تشخيص الأعداء، فبالتالي فعلا هذه المواقف البطولية لهؤلاء الحاليين هي انبثقت من المواقف الحاج سليماني أبو مهدي المهندس. كل الشهداء الذين ذكرتهم لن تذكرهم كانوا حاضرين من خلال إعطاء الزخم والعقيدة الصحيحية لهؤلاء. لذلك الحشد الشعبي بني بناء عقائدي صحيح، بني بضمير إسلامي يعني صحيح. لذلك نراه اليوم يتقدم بكل هذه الأمور على خلاف باقي ليس فقط القوات الأمنية حتى على ما تشكيلات الدولة في كافة مراحل. لذلك الحشد الشعبي أعود وأقول هو مشروع وطن، هو أمل العراق، هو الأمل في الحفاظ على وحدة وسيادة العراق في ظل كل التحديات التي نواجهها. التحديات ضد الحشد الشعبي وضد المكون الأكبر لن تسكت لأن العراق في موقعه الجغرافي وموقعه الإقليمي والدولي يمثل خطرا على أمن الكيان الغاصب. فبالتالي مشاريع استهداف الكتلة الأكبر أو المكون الأكبر هي حاضرة، وأيضا أقوى نقطة وأقوى يعني مرتكز يمتلكه الشيعة اليوم بعد تحدي داعش هو الحشد الشعبي، فلا بد من الحفاظ عليه مهما تهاجمت التحديات. أسأل الأستاذ عدنان. أستاذ عدنان، الإعلام المنافق المأزوم الذي لا يستمر ذكر منقبة واحدة للحشد وهو الحشد، فإذا كانت الضمائر يعني قابلة للتخدير أو النوم أو الموت ربما، فأين دور المؤسسات الإعلامية المعنية؟ طبعا يعني الكلام اللي يوجه للفضائيات الأخرى حقيقة ما يجيب نتيجة، لأن احنا دا نحكي على قضية أن هاي الفضائيات هي مستمرة الآن، لابد من وجود جهة رادعية. قبل أيام يعني نشرت اقتراحا بتشكيل شبكات الإعلام العراقي والاتصالات، وهي عبارة عن دمج شبكة إعلام العراقي مع هيئة الإعلام والاتصالات وإلغاء هيئات الأمناء 7 × 7 كلهم بدرجة وزير. يعني عندنا بهذه الهيئتين 14 وزير وكيل وزير درجة خاصة بدرجة وزير بدرجة وكيل وزير. وبالتالي هذه أولا في كل دول العالم أكو مدونة السلوك تلتزم بها. أهلا وسهلا. ما تلتزم أنت موقع عندي تعهد، فإذا إما تصير قضية غرامات أو إغلاق للمحطة. فبالتالي يجب أن يكون هناك قرارات صارمة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات في هذا الموضوع. لا يمكن السكوت يعني. تماما لا يمكن لأي بناء، لا يمكن لأي نظام سياسي في العالم غربي أو شرقي ملكي دستوري أو ملكي عام كالسعودية أن يقبل بقضية أنه لا وجود لهيئة إعلامية تحافظ على هذا وتروج له وتدافع عنه. دعني أختم بما كتبه الأستاذ قاسم العجرش. أيها الأحبة، أكدت مصادر خاصة للقناة الفضائية الفلانية بأن سبب انهيار المستشفى بالكرادة هو نقل أحد المرضى في سيارة سايبة إيرانية الصنع، فدعت الحكومة لمنع استيراد السيارات السايبة الإيرانية. كما أكدت قناة أخرى بأن حديد التسليح والسيراميك المستخدم في البناء هو إيراني الصنع، وأن الخلفة أبو حسين من العصائب والعمال من الكتائب. كما أكدت مصادر لقناة فضائية ثالثة أنه تم العثور على هوية أحد أعضاء الحرس الثوري بين كومة الطابوق، وتبين لاحقا بأنه كان
يناوش طابوق للخلفة. هذه ما هذا ما ختم به الأستاذ عدنان قاسم العجري، في أمان الله.